ظل الاستهلاك المفرط للمياه مع تزايد النمو السكاني وتنامي الحاجات التنموية وسوء استثمار الموارد، أصبح الخطر يحدق بنا من كل الجهات، وهو ما أدى إلى انتشار عدد من المشاكل المتعلقة بنقص الموارد المائية واشتعال غضب المواطنين. يقضي سكان منطقة نفزة التابعة لولاية باجة في العمق التونسي ساعات طويلة دون ماء صالح للشرب، في وقت ترتفع فيه درجات الحرارة التي تتجاوز 45 درجة مئوية خلال فصل الصيف. أزمة العطش في أوقات الذروة أجبرت عديد المواطنين إلى بعث صيحة فزع. خويا ما جانا حتى حد، ما تفكرنا حتى حد، حتى حد ما طلع لينا على حالة الماء شنيا نشربوا فيه، تعبين على الماء، نساء ورجال، خي انت راجل يجي من الخدمة يا رسول الله تعب يجي بهيم يجي يعبي الماء، يجي من الحظيرة شوف أنا بقعة يخدم فيه يجي بهيم باش يهز الماء، ونحن تو بعاد علينا، ما عندناش، البراج اللي تحكوا عليه أنت قريب النفز، نحن في قلال، نحن في جبل الديس نحن تو. والجيل تعبين على الماء، انه مش شكلتنا نحن تعبين على الماء، نساء ورجال، صغار يجي تلميذ لا يلقى باش يدوش، لا يشرب الوسخ، يقول اعطيني ما عندنا الدبوز هكاك مش مصفي، يشرب ويمشي على روح. المعاناة من الصباح لا شيء، في الصيف ثم ناس تنزف في النهار وثم ناس تنزف في الليل. بحيث تلقى كل يوم الأنذية اللي يشوف يقول جويدة وهي تخرج على القليل على القليل 200 بيدون ولا 250 بيدون، هذا لكان ما ثماش. البهايم دبرت. النسيب كلها دبرت، لهذا ما ثماش مري ظهرها صحيح كلها مرضى بظهور، خاطر ما نحكركش لداخل، كان من يعملها لافاج لداخل ينحلها الكلوه وينحلها المراره وينحلها كل شيء، الناس كل مرضى. السبيطار تاع النفزه معروف كان بجماعه الريف اللي يسكن لهنا، كلهم مغدودين وكلهم عندهم كلاوي، الرجال هذاك ما نحكركش اللي يفوت 50 سنه يلزم يعمل عمليه. بعيد عليا والله ما نوصل بدون نزل نوقف بثلاثة بالأربع مرات ونرتاح باش نروح بالبيدو والله كل يوم هك ومرة نجيب نهار بعد نهار مرة بعد ثلاثة أيام مرة نوقف بالأربع مرات بالخمسة مرات نرت نحط البيدون كان لقيت كيما هذا نقول يجهز علي ما قدش نقعد قاعد نبرك على ركاب ونزل البيدو. خويا كتشوف تفرج في المية اللهم صلي على النبي منطقة مائية وتشوف المية نتاعنا الكل محول صفاقس والساحل الجنوب ويزقوا منه ونحن منطقة كاملة كما عمادة كاملة فيها ألاف السكان مشنا مستنفعين من الماء هذايا وقاعدين نشربوا من عيونك تشوف فيه جران وفيه الحنوشة ونسية قاعدة تمشي كيلومترات من 64 ونحن نشربوا في الماء هذايا واشتر الناس نتاعنا نساوين ورجال مرضى بالكليل. عندنا مشروع من 2011 تاع الماء هذايا معناها يخدموا فيه إلى حد توا 2018 والمشروع ما كملش والماء ما عندناش والمشروع كامل نشربوا عنا عين نسموها عين الواد الاحمر فهمت نجيبوا فيه على الكراهب اللي بدون ب 20 لتر ب 500 فرنك معناها كي نجيبوا 10 بواد ب 5000 نشربوا منه ندوشوا منه نغسلوا منه قالوا لنا ركبوا السبابل والحلاقه متعديه وكل شيء حاضر وركبنا السبابل وركبنا كل شيء وتنسيبكم غدو في بعد غدو في كذا من قدام رمضان جي رمضان لحد الان ما ثماش. نحن هنا قاعدين شادين الرقوبه كو تفرجوا الماء هذا الماء فهمت والسلام. اي هاك تخص المنظر انا قاعد نتاع سياح هنا شد رقوب نحن سياح محرومين منها وشيخي فينا سخرة شكينا سلمنا شكينا لتبنا ولا لتبنا ما جانا حد. متساكن واد الذهب والوليجة يعيشون وضعا كارثيا في ظل نقص المياه مما أجبرهم على جلب المياه من مسافات بعيدة متحملين حرارة الطقس القاسية. تلوث المياه في نفزة من بين أهم الأسباب التي أثارت سخط وغضب المواطنين على الوضع الراهن معبرين فيه عن حزنهم من شرب المياه من نفس المنبع للحيوانات وهو ما زاد إمكانية إصابتهم بعديد الأوبئة وهو ما أكده عديد الضحايا الذين تسبب لهم الماء الملوث بعديد الأمراض في ظل غياب المراقبة والمتابعة الصحية. بعيد الماء ومسخ ونشربوا جران
مرة على مرة نقعدوا بثلاث أيام وفيه الجرة وما نشربوش، والله نلقوهم يتفصها باش ما نشربوش الماء، وهي وحاشاك وتنقص فيه الماء الجرة نشربوه. الكلب كيما كاك عندنا تاو نحنا تحسينات باش نشوفوه الكلب، وخاطر ما نكون باش نشوفوه الكلب يجينا ثم للعين ونحنا نروح نعبو يجي أكثر من 150 بيت نعبو منها العين هذيك ولا نشر حصل تعبين على الاخر نح مرض بكنا ولا بكلاوني بكنا نترغوا ولا ساعه رمضان هذا نشري في الماء الصافي هذه ساعه من العين نشربوا فيه فيه الكلكال الماء البعد كبير بعيد الماء علينا شوي نحن بلوط في حاشا في حفر سكني ليلى محمد رسول الله والكون الماء ها هو تنجم ناخذ البوش ب 20 دينار ولا ناخذ الماء هذا ب 20 والسيفت الماء ب 4000 ولا ب 5000 هذا نتاع البوش نتاع النصر الرشيد نحي حشاك الصفاق والبصر الخشين وتكن الشهر وعشرين يومني في الانعاش من الماء من الماء مش قلت الماء قال لي عندك الكلكال حشاء المرة لون نحيت الساعة المصران الزايدة مزلت ما يراقبوا فيه في العملية الأخرى العملية هذا يسعيب ولدي تعب على الماء كون لي برشا أمراض ما نحكي لكش عندي الكلاب الحشر عندي الحشر في المرارة كون اللي مشكلتي زاد عندي شلف لما اللي ثاني التعفن تاع الكلك تاع العين عمري 52 من خلقت نلقى روحي نشرب من الحفرة هذا أما ماتت معلولة بيه وبابي كون الله برشا أمراض وأنا مشكلتي تو نعاني من العين هذي اللي نشربوا منها أمس في حالة أمس معلق السير وعلى سبب المرارة الكلك هذاي تشرب منها الكتاتس تشرب منها الكلاب حشاك تشرب منها الحيوانات الكل وصدقني تموت فيها كم جنيه نقولوا نحن الجيران يموت فيها ونصفوا كاك ونشرب عندي 67 سنه هنا هذه البلاصه نعبوا منها كل كيما كان واحد فيك كل الاوساخ متعرضت له نقعد بالجمع وما نلقوش الماء نمشوا لقطوا من العيون ولا نشرب قلت كي يجينا واحد واحد يبيع لنا الماء هنا وما ثماش ماء راجلي مات مريض بكلاويه يقولك مات في شطر عمره سيلفي هانه قاعد ملوح عنده الحجر في الكلاوي وتعرض له في حشاك في مجره البول وما لقيه حتى باش نغسلو له ما لقوني باش نغسلو له الماء من جد لجد مش من خلقني انا عمري 59 عام حالي ونحن على الحاله هذه ايش كاين وما جانا حد لا ما اتمد لا ما جاء حد ولا استجاب حد ما جاء طلع لنا حد مرتين نهز في الماء مرتين لينا كيما هكا الحمار هذا ونهز مرة البابا ثلاث مرات وديما هذيك هي الطريق ما نحن في حالة معناها يرسى لها بالنسبة للماء أو يعني جاء مقاول يعني عاملين يعني باش يعملوا خزانات باش يعدون الماء شوف ما ذمش يخدم منه ومنه والخزان اللي بيه الحاجه ما عمل حتى شيء. والله نحن صدقني يلمين نشربوا مع الحيوانات. اخذ الريت حالتنا كيفاش؟ هاك تشوف البيم يشرب من ناحيه ونحن نعبوا من ناحيه. معناها وموعود ديما يقعدوا فينا او في المياه او الجي او كذا وما ثم شيء. واحنا قاعدين معناها نشرب مع الحيوانات. ان شاء الله ربي يهديهم ان شاء الله. ان شاء الله سيد الموعد ما يتلفت لنا بعين الرحمه. ديجا اخويا انت مشيت ولا انا؟ لا راكم تشوفوا فيه الحالة ملاني ريتكم لا شبحتكم لا حتى شيء ما تعدي بالصدفة شفتكم راكم تصوروا فيه الحالة تشوفوا فيه كيما يشرب الحيوانات كيف نشربوا احنا. المنطقة هذه تمسح من العربية بن عيس العمامرية دور الحوش أربع دواوير ما يفوتش جي 700 ساكن ولا أكثر. الحالة تشوفوا فيها احنا من 2000 وقديه ملي كانت الماء من 2010 قص علينا الماء 8 سنين كاملين قطرة لا منين نجيب شوفوا فينا كيما الكلب كيف الحيوان كيف العباد. نفس الحكاية نشربوا منها إشكينا عاودنا حزنا تكلمنا 20 إشكينا 20 حكاية في حكاية ثم متصور واحد كل ما هو شاي بعتناه للولاية بدينا بالمعتمد وصلنا للولاية وصلنا حتى القدام ومصورينها بكياسها بمنطقتها بكلها كما تشوفوا فيها المنطقة ديجا شفتوها قبل وباين على عينيكم النجم زاد تشوفوها تمنظروا منها الفقر والهمشي والبطال والدنيا كلها تشوفوا فيها تلميذ يروح يمشي على رجليه ويجي على رجليه يروح كان يشرب غادي اي باهي عنده تواليت عنده باش تغسل باش يعمل تواليت غادي وفي دار ما عندوش تواليت باش يتولى باش يغسل دبشه باش يدوش باش يشرب هاي يقرا جمعه وجمعتين وجمعه ثالثه مبدا السبيطار باش يضرب جمعه بطال علاش على كلاويه وعلى ترميهم مسخ انت براج بطبيعته مسخ انت سقوي
هاك ندوشوا منه للصغيرات تخزر كيفاش هاك نوريك كيفاش هاو ظهره كيفاش تفضل اخس هاي حالة الصغيرة كلش حب يشرع له والله حاصلوا مشكلة عملنا كل شيء للمعتمد للكنشين المعتمد مشي عملنا الفاكسوات للوالي الحكاية كلها ما ثماش هانو فينا في غدوة نجوكم في بعد غدوة نجوكم في الجمعة الجاية وما ثماش شيء نحن درنا نقاط الماء اللي قرب لنا هذه نقطة من هنا نقطة الفوق ثلاث نقاط عندنا الماء أقرب نقطة لنا ماشي حكاية دي نكون 500 متر 600 متر تتواصل حوادث انقطاع المياه وتلوثها في ظل ارتفاع حالات التبليغ عن اضطرابات التوزيع ليصبح بهذا الوضع المتدهور لمنظومة التصرف في الثروة المائية وتنامي الاحتجاجات سبباً في دق ناقوز الخطر وتنبؤ بأزمة عطش مرتقبة.